انفكشنز. تركيزنا اليوم كمان على الكومن بكتيريال انفكشنز مثل الامبيتايجو، الاكثايما، السيلولايتس، فوليكولايتس، الاثرازما، وبيتيكيلاتوزس. هلا عشان بس تركزوا معي بالسلايد هاي، الامبيتايجو عشان هيك نجمعهم كذا جميع. امبيتايجو، اكثايما، سيلولايتس، اند ريسبلاس، دول البكتيريال انفكشنز بالسكن، بالسكن كوزد باي ستاف اور ستريب. الفوليكولايتس بكتيريا انفكشن اوف ذا هير فوليكل بانواعه. الاريثرازما والبيتد كيراتولوزيس هذول بكتيريا انفكشنز باي نورمال كومنسالز، يعني مش باثوجينيك، سببهم الكوريني بكتيريا. مركزين معي؟ معك دكتور. معك دكتورة معي. اول بكتيريا انفكشنز عندنا اللي هو الامبيتايجو. الامبيتايجو هو عباره عن سوبرفيشال بكتيريا انفكشنز كوزد باي ستاف اور ستريب، يعني وان سوبرفيشال بيزل سيل لاير اند ابف، كاركترايز باي بريزنس اوف كراست باسولز اند هاني كالرد كراست لونه. فاي ليجن هلا بتشوفوه عليه لون يلوش كراست، ذيس از امبيتايجو. هلا هذا في بعض الامراض ممكن يصير فيها سكندري امبيتايجو، مثلا اكزيما يصير فيها امبيتايجو، سكيبز يصير فيها امبيتايجو، هيربس سيمبلكس يصير فيها امبيتايجو. كل هالاشياء سميناها امبيتاجنايزد سكين راش، مثل اذا كان بوست اكزيما بنسميها امبيتاجنايزد اكزيما، بوست هيربس امبيتاجنايزد هيربس او سكيبز او غيرها. هلا اذا كان هذا البكتيريا انفكشن ديب، يعني واصل للديرمس، بنسميه اكثايما. هلا اثنين عندنا مايكرو اورجانيزم، هون عندنا الستاف اورياس والجروب اي بيتا هيموتيك ستريبتو كوكساي. لكن هلا بنحكي شو الفرق بيناتهم. في نوعين من الامبيتايجو. الامبيتايجو بيكون في نوع بسموه النون بولس تايب وفي البولس تايب. هلا النون بولس تايب هو اللي بنشوفه، هذا الفيل بيكون يلوش كراست كوزد باي ستاف اند ستريب، لكن كسببه ستريب اكثر. في النوع الثاني اللي هو البولس امبيتايجو، هذا بيكون سببه الستاف اكثر من الستريب. الستاف هلا وين ما بتكون موجوده تبروديوس اكسفوليتيف توكسينز، فبتعمل هاي التوكسينز هون سبريت، لانه بيعمل تارجت للديزموغلايين 1 بتوين ذا الستراتم سباينوزم لاير، بيفصلهم عن بعض، فبيعملنا هاي الكليفج بالابيديرمس وبيعملنا هاي البولي. وهاي كثير مهمه البولس امبيتايجو، بنشوفها بالناس الاطفال الصغار اقل من سنه او الاكبر او الكبار كثير بالعمر. فكنت مثلا انا بيجيني طفل عنده اتوبيك درماتايتس واشوف بلش يصير عنده كراست على وجهه، يلوش كراست وبلش اشوف فيزيكلز وبولي، ساعتها بكون منتبهه انه احوله كمان دكتور اطفال، احتمال يحتاج ادميشن ويحتاج اي في انتيبايتيك عشان ما يكون الطفل ريسكي. لايش؟ مين يحكي ريسكي لايش اذا مركزين معي؟ دكتوره بوست ستريب جلوميرولونفرايتس او روماتيك فيفر. ممتاز، بس فيش ثاني كمان؟ دكتوره الفور اس ليستافيلوكوكا ليستالجيك سكن سيندروم، سموها الفور اس سيندروم. جنين، جيرياس، ركان، يلا يلا. دكتورة التوكسيك شوك دكتورة الفور اس سيندروم. فور اس سيندروم. مين اللي حكى فور اس؟ راند؟ أنا راند. وأنا. راند وراب شاطرين ما شاء الله عليكم. يعني أنا لو يطلع لي كل جروب فيه اثنين وثلاثة بس مميزين، بيكون اللي بال أعطي وأحكي وأشرح. كثير حبيتكم، يعني كان نفسي عن جد فعلا أشوفكم. ما شاء الله عليكم، رائعين رائعين. فور اس. هيك انا بحس فعلا انه درست صح، والمريض بايدي امين ان شاء الله لما تتخرجوا، لاني بكون قلقه من الفور اس. تخيل الفور اس بيكون طفل هيلثي كويس، كان كل قصته عباره عن بولس امبيتايجو، صار بين فور اس وتوفى. فانتبهوا لما تصيروا دكتوراه دكاتره اطفال في يوم من الايام، انه لما تتعاملوا مع حاله امبيتايجو باطفال. ممتازين. هاي ما فيش فيها إشي، زي ما حكينا أنه ممكن سكندري، يعني لاحظوا كيف الامبيتايجو ممكن يكون سكندري، إكزيما، سكيبز، تشيكن بوكس، إنسكت بايت، أبريجن، لاسيريشنز، بيرن، وونت. يعني مستقبلاً يا رهف بستري دكتورة نسائية وتجيك المريضة تقول لك دكتورة تعال شوفي محل العملية صار لي ينز، تحكي لك ويطلع لون أصفر، شو معناته؟ This is امبيتايجو. وبدي أنتبه المريضة اللي أنا عاملة عملية اميون كومبرومايز نوعاً ما، فبدي أعطيها إيش؟ أنتيبايتيك
زي ما حكى الدكتور قبل شوية إنه عشان البكتيريا بخاف ستريبتوكوكس بتخوف البوست ستريبتوكوكس والنفرايتس روماتيك فيفر. رائعين أنتم في اليوم معي 6-7 طلاب ممتازين. نفسي أسمع صوت من البقية. ترى بصير أسأل شغلة. أي جنين اسألي حبيبتي. سمعت إنه بالإمبتايجو فرصة اللي هي الروماتيك فيفر بتكون قليل كتير أو يعني شبه معدومة، هي الأكثر الخوف من جراميريال نفرايتس، فهذا الحكي صح ولا؟ عيدي من جديد سؤالك. إنه هلا حكينا من الكومبليكيشنز تبعت الإمبتايجو بما أنها ستاف أوريس إنفكشن، إنه هي ممكن تعمل ممكن تكون استرب قصدي. فانه هي ممكن تعمل اللي هي poststreptococcal glomerulonephritis او اللي هي روماتيك فيفر، بس سمعت انه فرصه انها تصير روماتيك فيفر كتير قليله، يعني هي الاكثر انه هي تصير poststreptococcal glomerulonephritis. بالعكس انا اغلب الحالات اللي يجوني بروماتيك فيفر وروماتيك فيفر نديول، وانا شخصتهم بعدين وحورتهم على اطباء الاطفال، يعني فاهم علي؟ أنا أجت ما بتمر عندي تقريباً 4 شهور 5 شهور إلا تجيني طفل بسبكة تيانس نديولز، فجأة طالعي بسبكة تيانس نديولز، وبكون دكتور حاكي لهم ديس لينفادنوباتي. لما يجوني أنا سبكة تيانس نديول بحورهم مع دكتور أمجد الطراوني، كلهم عندهم بريكارداتس. تخيلي الحالات اللي شفتها، لدرجة صرت أحكي قاعدة أي حدا بيجيني بسبكة تيانس نديول على أغلب ديس روماتيك فيفر نديول وديس عنده بريكارداتس. فا يعني هاي اللي شفتهم بحياتي وبخبرتي، فاهم علي؟ هلا ممكن تسأل دكتور بكلا يقول لك والله انا كل حالات شفتهم جلوميرولونفرايتس، لما اخذت بالهيستوري طلع عندهم بريفيس هيستوري اوف مثلا امبتايجو او اشياء ثانيه، بس انا الاغلب الحالات اللي شفتها كانت مش امبتايجو، يعني كانت سببها اللي عندي بالعياده كان روماتيك فيفر نديول ومش امبتايجو، كان عند اغلبها اوتاتس ميديا. بدها دراسات حسب الكوميونتي يا جنين. جوابتك؟ يس شكرا دكتورة. بس انتبهوا لي لما يصيروا في يوم يعمل اطباء اطفال ويجيكم سبكة تيانس نديول ان تكون هاي سببها روماتيك فيفر. جاتني بيوز واحدة مرة كانت عندها طفلة مرشحة وعندها امبتاجو بري اون النيزل اورفيسس، هناك عندها امبتاجو، فما عرفت احتمال تكون ديز امبتاجو او تكون اللي عندها الستريبتوكوكس بال ستريبتوكوكس انفكشن بال يعني بالهاي كابر سباترات انفكشن سببه كمان. بس يعني دائما لما نتعامل مع ستريبتوكوكس نكون حذرين. ماشي دقيقة 1 minute. نرجع نكمل. سامعيني؟ أنا بتنقل بالبيت عشان تكون النت شوي أقوى. سامعيني هلا؟ سامعينك دكتور. هلا هاي تقريبا الكومبليكيشن هلا حكيناها بمناقشتنا معكم، إنه ستافيلوكوكس كالدس سندروم، توكسيك شوك سندروم، بوست ستريبتوكوكس انفرايتس، أندروماتيك فيفر. هلا كلينيكالي ممكن يعني أنت في يوم يعني مثلا دكتورة نسائية وجتك المريضة عندها انفكشن الووند فبتعمل لها سواب. احنا غالبا بنجي بالعياده كلينيكال دايجنوسيس، يعني بنجرب نشوف يلوش كراس ديس امبتايجو، ممكن تشوف عنده ليكوسايتوزز المريض. هلا كيف تتعامل معاه؟ بدك تعطيه انتيسيبتيك سوليوشنز تنظيف له، توبيكال انتيبايتيك. هلا متى الجا للاورال انتيبايتيك؟ اذا كان الطفل عنده فيبرايل تعبان، الليجنز عددهم اكثر من 3، المريض عنده ريسك للكومبليكيشنز، يعني الطفل اتوبيك ديرماتايتس صراحه انا بعتبرهم دائما ضل ريسكي، بعطيهم اورال انتيبايتيك. وصراحه دائما بجيني امبتايجو بالعياده تو كيب اي، خاصه بالاطفال والناس الكبار بالعمر. وطبعا انتيبايتيك تو كفر الستاف والستريب. هلا تو بريفنت الريكيرنس
يعني أنا دائما كمان بحكي للفاميلي اللي عندها امبتايجو بشكير واحد يعني للمريض، مش بشكير متنقل بين أفراد العائلة، بيعدي الطفل ينقصه أظافره، لأنه في ناس بضلهم كارير للستاف بالنيزل أورفيسس وبالسكين كريسيس، خاصة مرضى الامبتايجو ومرضى الأتوبيك ديرماتايتس. هذولا كيف بدي أتأكد منهم كارير ولا مش كارير؟ شو أعمل؟ مين يجاوبني؟ أين أنتم؟ سامعيني؟ أنتي ASO بديز مثلاً للستريب، نعمل بكتير سواب من النيزل أورفيسس نبعثه للمقدر. وشو بكون غالباً؟ أنتي ASO أنتي بديز ممكن ممتاز، أنتي بديز كمان، بس عشان الكارير بعمل نيزل سواب وبضرب بركز بالذات على الميرسا دي مثل الريزيستانس. السولاتس والريسبرس أخذتوهم بالجراحة صح ولا لا؟ إن البوث أربكتيريا الإنفكشن بالسواب بالستاف أو بالستريب، بس بكون ديبر بالسبكتينس تيشوز. وإحنا غالبا طبعون الجلدية لما بيجونا السولاتس والريسبرس نأخذ رأي كمان الجراحة معنا، لأنه بدهم this is surgical case. مين بيحب يحكي لي شو الفرق بين الريسبرس والسولاتس؟ هم الاثنين بكتيريا إنفكشن واثنين بالسبكتينس تيشوز. مين بيحب demarcation بدعت ممتاز. ليش تقول ديماركيتد؟ لانه الارسبلس بيكون مور سوبرفيشال من السولاتس، يعني جاء اقرب للديرمس، فاي شيء اقرب للديرمس بيكون مور بالبابل، فقول ديماركيتد. ممتاز. فرق ثاني مين كمان احكي لي فرق ثاني دكتوره؟ الارسبلس هي جروب اي ستريب بس بيعملها هديك ياس اوريا ياس ستاف اوريس ياس ستريب الاثنين. الستاف أعلى بالإرسيبلس، الستاف أعلى بالإرسيبلس، عشان هيك مش حكيت قبل شوية وين ما في ستاف يكون في سبليت في الإبيديرمس. فلما تشوف الفيزيكلز هاي والبلسترز هاي أكثر شي جايين إرسيبلس. ممتاز، تقريبا حكيت الفروقات الموجودين معكم. هلأ من الناس الرسكي للسولاتس؟ إحنا أنا مجيني بالسولاتس بالرجل مثلا مريض زي هيك، بحب أتأكد المريض ما عندوش تينيا بيدس، بحب اتاكد المريض ما عندهش كراكت هيلز، لان هاي بتخلي المريض يرجع له المشكله وما يخلص منها. ما تكون عنده اكزيما برجليه. طبعا جماعه الجراحه ممكن يشوفوا بوست تروما سيرجيكال وونت، بس احنا جماعه الجلديه هم بتشيك انه ما عنده تينيبيدس او كراكت هيلز. يعني انتبهوا في يوم لا تشد دكتور جراحه وجاك سيرولايتس المريض عم بتعذب وكل يوم بالثاني بتغلب، اتاكد بيكون في عنده فوكس بيخلي هاي ترجع له كمان. ودايبتس بزيتي بحد ذاتها بريجننسي وبريفيوس ميديكال انسس تقريبا حكيناها. طبعا السولاتس مور سيفير انفكشن، مش زي الامبتايجو سيمبل، هون بتخاف من البكتيريميا، فعشان هيك احنا بنحتاج سيرجيكال كونسلتيشن عشان ممكن احيانا نحتاج ادمشن، ما يكفي الاورال انتيبايوتيك، تحتاج كمان سيستميك انتيبايوتيك. هلا الفولكلايتس هي بكتيريا انفكشن، بدي اعدي بالسلايدز واشرح لكم اياها من هنا. This is the normal hair follicle. هلا الفولكلايتس هي بكتيريا انفكشن وين؟ caused by staph. اذا باي ايش هنا؟ staph مش strip، بالهير فوليكل. اذا كان هذا الانفكشن جاي بالهير اوستيوم من فوق، بس من فوق، بنسميها سمبل فولكلايتس. فبتشوفها على شكل ايش؟ على شكل فيزيكل صغيره او بسول صغيره طالع منها شعره، ذس سمبل فولكلايتس. هلا اذا كانت الانفكشن ماخذ كل الهير فوليكل، هاي بنسميها البويل او دمل، بويل او فرنكل. هون بتكون بالبل بابيور اونديول كلياتها. انا كاتبه هون شو المانجمنت تبعتها. اذا كانت سمبل فولكلايتس تيبيكال انتيبايوتيك، ما بنحتاج غالبا لأورال انتيبايوتيك، بس اذا كانت اكستنس اكثر يعني ليجنز كثير عددهم فممكن نعطي هناك اريثرومايسين او انتستاف تريتمنت. هلا اذا في بويل او فرنكل هون نحتاج نعمل انسجن ودرينج لانسجن لليجن. هلا الكربنكل هاي بيكون مالتيبل هير فوليكل مع بعض انفولد، هاي بنشوفها بالنيب اوف ذا نيك في المرضى الدايابيتيك، هون نحتاج كمان انسجن درينج ضروري مع كمان كفر بانتي بايتيك. اذا هاي الفولكلاتس بدرجاتها المختلفه، اذا سوبرفيشال فولكلاتس هاي ديب اللي هي الفرنكل او البويل او الكربنكل.
هلا ممكن يجيك مريض ويقول لك دكتور انا ما بخلص، انا كل يوم الثاني تطلع لي دمل في مكان، بسميها ريكرنت فرنكيلوزيس، نفس الريسك فاكتور اللي حكينا عن السلاتس قبل شويه. هل المريض عنده انيميا، كرونيك ميديكال انس، دايابيتس، اوبيزيتي، كارير؟ هاي لازم تتاكد منها كلياتها بحالات الريكرنت فرنكيلوزيس. اذا نرجع للسلايدات من الاول، هيها اذا هي سوبرفيشال بكتيريال انفكشن بستاف اورياس. حكينا هنا ممكن يكون حسب البلوكج اللي كان سوبرفيشال او ديب بويل او كاربانكيل. شوفوا كيف شكلهم، يعني هاي الحاله بلا شك بدها تعطي ايش، سيستميك انتي بايوتيك ستاف اورياس. طبعا الفولوكلاتس ممكن تكون في انواع تانية اسبابها غير الستاف اورياس، مثلا ممكن نلاقي مثلا انه بالسودوموناس بالبعض البرك الراكدي والمسابح، ممكن في نوع فولوكلاتس بيصير مثلا نتيجه تروما خاصه بعد الشيفينج فولوكلاتس، او بعد ازاله الشعر بترجع الشعر فوت مره ثانيه بنسميها سودو فولوكلاتس. فمش دائما الفولوكلاتس بتكون bacterial infection by staph، زي ما حكينا ممكن تكون pseudomonas infection، ممكن تكون سموها gram negative folliculitis، ممكن تكون chemical folliculitis، ممكن تكون physical folliculitis due to the growing of the hair inside the skin. هلا مين الناس حكيناها اللي they are liable to have recurrent folliculitis؟ نفس الريسك فاكتور للسلولاتس، بس بنضيف هون كمان انه بضاف الانواع الثانيه من الفلوكلاتس، المرضى اللي بياخذوا لونج تيرم انتيبايتيك عندهم لايبيليتي للجرام نيجاتيف فلوكلاتس، اللونج تيرم ستيرويدز كمان بيخليهم لايبيليتي للفلوكلاتس، الاتوبيك ديرماتايتس. هسه الفريكشن هاي تايت كلود استمنا تمنا فيزيكال فلوكلاتس. اذا الفلوكلاتس ممكن تكون فيزيكال فلوكلاتس، كيميكال فلوكلاتس، جرام بوزيتيف فلوكلاتس زي الستاف، وجرام نيجاتيف في فلوكلاتس. هذا شرحناه كله تقريبا، شرحته كلياته. هذا كمان شرحته لكم هسه. هسه كيف نتعامل مع فولوكلاتس؟ شرحت لكم بالسلايد، بس كمان ننتبه انه عم تتعامل مع سمبل فولوكلاتس او كاربانكل او ديب فولوكلاتس. هلا بدي احكي لكم هلا كسيناريو. لو اجتك مريض على عيادي قالت لك دكتور أنا عندي حكي بالبوث أكزيلا، مين يشارك معي؟ شو يخطر على بالكم؟ لو حكيت لكم عندي حكي وشوية بيجمنتيشنز بالبوث أكزيلا، ممكن كاندي يكمل معاكم؟ مين حاب يكمل الحالة؟ أحمد الجواب في الأول. دكتورة أول إشي بيخطر على بالك لك يا احمد، تخيل احنا اليوم يعني ككلينيك لو جتنا مريض على العياده ومثلا قال لي دكتور انا عندي بقباط اثنين في حكي وفي لون، اول شيء بسالها في محلات ثانيه ولا لا؟ كمل بين اصابع في الازله وبالدون. اذا ممكن تكون زي ما حكيته كانيدا، ممكن بالأجزلة لحاله ممكن نستخدم ديودورنت تحسست منه كنتك درماتيتس إريتد أو ألرجيك درماتيتس، وآخر واحد هيو اليوم بنحكي عنه إريثرازما. إذا هاي المريضة اللي بالشك وتبعتها هاي على السريع لو أنا بالعيادة بحكي أنا نعملها وودز. إذا شفنا هذا اللون الأحمر الإريثرازما، أنا درن ريجين بعمله وودز إريثرازما أدر فولز حتى بين أصابع رجلين كمان ممكن تكون موجودة. في ناس عندهم قابلية للإلازم، هم الناس المليانين الناصحين الديابيتك عندهم بورها جين وميوكرمايز الإكزي في السودين كلها بتخلي إراثرا كرايني بكتيريا من التزمم. حكينا الديفرنشال ديجنوز لإلها هون، بس حكي خفيف لون بني خفيف. المريض أحيانا من كتر الحكي ممكن يصير بيجي المريض بيقول لك دكتور
راس بكتيريا انفكشن هلا انت بتجي مثلا استخدمت فيزيك اسيد ما بينفع فيزيك اسيد ما بينفع الاثرازم الاثرازم تستجيب للكليندامايسين والاثرامايسين وهون الوودز لايت دياجنوستيك ايش الوودز لايت وفلوريسنس بكولار ريد فلوريسنس كوربور في ديفرنشال دياجنوز اللي حكينا عنهم بالليجنز بالاكزيلا بالاثرازم طب اسال سؤال اجت المريضة عندك سامعين معي بيجي دكتور المريض بيقول لك دكتور انا طالع بين اصابع رجلي فطريات شو بيخطر على بالك مين حاب يحكي ديفرنشال دايجنوستس انيابيدس ايوه كمان ممكن برضه اجت بين اصابع الرجلين كمان اوكي فانجل انفكشن ممكن كانديدا تينيا صح؟ صح كمان كمان إرثرازما حتى إرثرازما جبتها بالامتحان مرة إرثرازما كمان ممكن تطلع عشان هيك بدي أعمل وود سلايت عشان أشوف طيب مين الشاطر فيكم لو أنا عملت وود سلايت وشفت لون أزرق بلوش فلوريسنس مين الشاطر ويجاوبني يلا انا كيف جبت بالامتحان ما حد عرف انت بتخافوا تحكوا تشاركوا دكتوره فيتيلايجو لا سودوموناس فيك انت جنين شاطره سودوموناس حكينا التريتمنت هاي هسه نفس البكتيريا هاي ممكن تصير باصابع الرجلين او بالرجلين من تحت وتعمل بيتس هيك تحفير بنسميه بيتد كراتوليسز هاي بتصير بالناس اللي بتستخدم البواث لفترات طويله وما بيشلحوا نفس الظروف انه في عرق عدم مثلا تهويه الرجلين فبتجي المريض بيقول لك دكتور انا صرت رجلي لهم ريحه بتطلع عليهم تلاقيهم محفرين زي هيك هاي بنسميها بيتد كراتوليسز cause smelly feet نفس الشيء caused by this bacterial infection بيكون في a punched out pits بالرجلين هون بالناس زي ما حكيت بتصير بالأثليتس سيلرز كمان بالناس اللي مثلا بيستخدم البستار اللي هذول العسكريين بضل حرام يعني يوم او يومين برجله بعدين مع الزمن بيصير مع البتد كيراتولوسيز طيب لو عملت وود سلايد شو راح اشوف هون كورال ريد دكتورة نفس الشيء كورال ريد شو بدي أعطيه توبيكال أنتيبايتيك إريثرومايسين وكليندامايسين كليندا وإريثرومايسين ممتاز نعطيكم بريك للتنتين وعلى التنتين نرجع نكمل معي ما في مشكلة ما في مشكلة دكتورة عشان تتغدوا أو تعملوا أي إشي عشان تكونوا منشطين معي عالتنتين نلتقي إن شاء الله إن شاء الله دكتورة بصير أسأل شغلة يعني إذا يعني إلك يعني هلأ حكينا كنا بنحكي عن الوارتس إنها viral infection هلأ في مش في إشي اسمه اللي هي السكين تاكس اللي برضه الناس بتحكي عنها بالعامي بتحكي عنها طويل في الزوائد اللحمية هو عبارة عن بسموه fibroepithelial tumor هي fibroepithelial إشي تاني إشي تاني غير عنه السكين تاكس مرتبطة مع زيادة الوزن ومرتبطة مع المرضى اللي عندهم obesity وhyperlipidemia وهاي صراحة يعني أنت لو قصتيها بالمقص وسمبل كتري كفاية هاي اللي بيعمل الناس عليها ربط بالخيط ما بيأثر ربط الخيط عليها ما بيأثر مش زي الوورد اوكي تمام شكرا انا والدتي الله يرحمها كان عندها سكن تاكس فما كنت عندها كان بليتس برجليها فكنت ممنوع اعملها كتري عشان اشيلها اياهم فكنت بالسيزر اقص لها اياهم هيك وبس شويه ضغط خفيف عليهم وخلص إيه لها علاقه بالحمل بالزياده الوزن فمين يعني دكتور اظل محاضره هو صح مش سامعه
هذا المحاضرة علينا صح؟ طلع احنا خلصنا لغاية هلأ ثلاثة، ضايلكم أربعة من محاضراتي كلهم، وبدنا نعطي كمان مراجعة كامل صور. تمام، بس انا هسه انه هسه ضايل اليوم، ضايل المحاضرة وراكو شيء، وراكو شيء اليوم جلدية صح ولا لا؟ في كمان دكتور مسالك حط محاضرات على الساعة 5. لا ما في، اثنين الجلدية فقط، ما في، نتفق مع جماعة المسالك، المسالك ثلاث مخدش أيامهم عشان تستوعبوا معي. أنا بقدر أخذ كل أحد بس أنا احتراما لخصوصيتهم، فهموا علي، الأحد ثلاثة مسالك اعتذروا له، ودكتورة ختامة تعطينا جلدية اليوم بصير، إذا أنتم مستوعبين خذوا مسالك على 5 ما عندي مشكلة، لكن أنا الاثنين جلدية، الأربعة جلدية، أحد ثلاثة مسالك. تمام دكتور، بس أنا القصد يعني إذا ظل محاضرة نأخذها هسه بدون بريك، هيك القصد بس مش. لا لا، البريك ضروري، ترتاحوا شوية يعني، تتغدوا، أنا أتغدى كمان، فهم علي؟ بدي أتفقد شوية بيتي ربع ساعة ثلث ساعة، وبعدين لأنه أنا اللي بشرح يعني، نو واي إني أقعد ثلاث ساعات وأنا أشرح بشكل مستمر، معي جنين صح ولا لأ؟ مزبوط دكتور. أنا بحبش أشرح محاضرات، ما بحبش أشرح محاضرات بطريقة سريعة، بطريقة بدي أكون مستوعبة ومصحصح معاكم. فهلا بدي أشرب كاسة النسكافيه تبعتي، وبدي أكل كيكة معاها عشان أستعد لكم للتنتين. فمفروض الجلدية، مفروض عقلبك، مفروض التنتين اليوم الاثنين للجلدية، مفروض هيك، ما بعرفش إذا أنتم مستوعبين على 5 تأخذوا مسالك تثبتي ولكم، بس اليوم جلدية، اليوم كمان ضاينا موضوعين. ولاحظت بالمحاضرة اليوم، حاولت حتى بالمحاضرة نغطي شوي الجانب العملي، يعني عم بحكيكم حتى الحالات كسيناريوهات، لاحظت اليوم إنه شو نعمل، شو differential diagnosis، شو نعمل، يعني حاولت حتى بالمحاضرات اليوم إنها تكون محاضرة ونفس الوقت تكون تغطي الجانب العملي من ناحية differential diagnosis approach بالinvestigations and بالmanagement. بدنا نلتقي على التنتين، ماشي؟ اتفقنا؟ اتفقنا دكتورة، تمام. يلا يلا يلا، ارتاحوا شوية على التنتين، نلتقي إن شاء الله. يلا إن شاء الله.